السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفو درس ديال la concession. exprimer la concession. الشرح غيكون بأمثلة واضحة وغنشوفو لي موان كاملين، ماشي كاملين ولكن الأغلبية ديال لي موان اللي ممكن نستعمل باش نعبر على la concession. شوف معايا هاد ليكزومبل مزيان. عندي ميم سي ليكيب ا بيان جوي إلا بيردو لو ماتش. Même si l'équipe a bien joué, elle a perdu le match. Femme seul jumla ou là. Donc même si il y a Rogma Anna, l'équipe al Farek, Rogma Anna al Farek, qui me déjà quand le Wacha al Farek a bien joué, l'Amzian, elle a perdu le match. Khsar le Mokabel. Donc même si exprime la concession. شنو هي لا كونسيسيون؟ هي فاش كنسون عندي واحد لاكسيون، واحد الحدث، فاش كنقول ليكيب ا بيان جوي، الفريق لعب مزيان، اشنو كنتظر؟ كنتظر انه غيربح. هنا كنلقى واحد النتيجه مغايره، هذا هو سكون ابل باختصار لا كونسيسيون. صايي هذه هي لا كونسيسيون. قلت دونك ميم سي ليكيب ا بيان جوي الى بيردو لو ماتش. دونك كيل هي ليكسبرسيون، شكون هي العباره كي اكسبريم لا كونسيسيون هنايا؟ عندنا ميم سي. صايي شوف معايا ليكزومبل الثاني، نفس لا فراز هنايا. هاد ميم سي il peut se placer en tête de la phrase, ممكن تكون au début de la phrase في الاول، ممكن دير في الوسط. هنا فاش غادي نرد في الوسط غنقلب، غتولي هاد il a perdu le match غترجع في الاول. ال علم كتسود على ليكيب، دونك نقول ليكيب a perdu le match، الفريق خسر لو ماتش المقابله. ميم سي il a bien joué، رغم انه لعب مزيان، واخا لعب مزيان. دونك ميم سي ليكيب a bien joué elle a perdu le match. L'équipe a perdu le match même si elle a bien joué. Ça y est, يعني فاش انت تقرا لا فراز وتفهمها مزيان وكدير ميم سي في الاول، الا بغيتي تبدل تنوع ممكن كنقلب هاد لي دو بروبوزيسيون، لا بروبوزيسيون اللي في الاخر كتولي في الاول واللي في الاول كتولي في الاخر، او ميم سي كتجي كتربط ما بيناتهم. فاش كتكون عندي ميم سي في لو ديبي دو لا فراز، ما كننساش انني كندير فيرغول ما بين جوج ديال الاحداث، ما بين لي دو بروبوزيسيون. صايي نشوفوا دابا لي زوتر مويان، شوفوا العبارات الاخرى اللي ممكن نستعملها باش نعبر على لا كونسيسيون. شوف معايا هذا المثال. سيت اون مي ريش il n'a pas de voiture. Cet homme est riche, هذا الرجل غني. Il n'a pas de voiture, ما عندوش طوموبيل، ما عندوش سيارة. يلا حاول انت في هاد لا فراز شوف فين غادي دير هذيك ميم سي. دير بوز لا فيديو وحاول تجاوب ديك ميم سي كيفاش غنديرها في هاد لا فراز. الوغ الجواب غنقول ميم سي cet homme est riche، ميم سي سيت اوم ريش، واخا هذا الرجل غني، il n'a pas de voiture، ما عندوش سيارة، ما عندوش طوموبيل. ميم سي سيت اوم ريش il n'a pas de voiture. وإلا بغيت نقلب هاد لا فراز بحال كيما درت في هاد ليكزومبل الأول والثاني، غندير il اللي هو لوم، غنقول سيت اوم n'a pas de voiture، هذا الرجل ما عندوش سيارة، ميم سي il est riche، واخا غني، واخا هو غني. صايي دابا غنخدمو على هاد ليكزومبل. صايي غير هنايا خاصني نعرف بان ميم سي باش ممكن نبدلها، ممكن نبدلها بيان كو، كوا كو، مالغري، اون ديبي دو، بورتون، سوبوندون، توت فوا، نيومون، اتسيتيرا. دونك هاد لي زيكسبرسيون كاملين كيعبروا لي على لا كونسيسيون. ولكن غنشوفو دابا كل عبارة والاستعمال ديالها، الاستعمال ديالها مختلف لهاد العبارات الاخرين كيعوضو ميم سي، عندهم تقريبا نفس المعنى ديال ميم سي، ولكن فاش كندخلهم في لافخاز كيكون بعض التغييرات. تبع معايا هاد التغييرات غتفهمهم مزيان. الو فاش كنقول سيت اوم اي ريش سوبوندون اي نا با دو فواتور، هنايا راه بدلت ميم سي باش سوبوندون. وتبع معايا لا فراز مزيان. دونك كتكون عندي لا فراز ميم سي، ميم سي كتكون في البدايه. شو غنخدمو على ليكزومبل ثلاثه ورد البال الكلام ديالي اللي كنقول. ميم سي يعني في البدايه، دونك كنحيد ميم سي كنخلي لا فراز كما هي. كنجي هنايا شنو كندير في الوسط؟ كندير
cependant كتولي cet homme est riche هذا الرجل غني cependant مع ذلك وخا هكاك رغم ذلك il n'a pas de voiture دابا باش ممكن نبدل cependant cependant ممكن نبدلها pourtant toutefois ولا néanmoins دونك انت الا كتكتب وكتبع دير cependant دير تحت منها pourtant دير تحت منها toutefois كيعني انها عندهم نفس المعنى وما غاتجيش سوبوندون في الاول نو سوبوندون هنا في هذه الحاله غاتجي في الوسط غنقولوا سيت اوم اي ريش سوبوندون ولا بورتون او بيان توت فوا il n'a pas de voiture ça y est شوف ليكزومبل 5 غناخذ نفس لا فراز عندها ميم سي باش عوضتها عوضتها ب بيان كو صافي Bien que cet homme soit riche, il n'a pas de voiture. شنو اللي تبدل la phrase 3, la phrase 5. بدنا même si, bien que, وعندي هنايا est, ولات ليا soit. Donc, شنو هو التغيير؟ هنايا فاش كندير bien que, ولا quoique, شوف bien que, quoique, هاد جوج عبارات كيكونوا متبوعين لو فيرب اللي كيجي من بعد منهم كيكون في سوبجونكتيف هنا عندي اي لو فيرب اتر هنايا او بريزون هنا غيولي لي لو فيرب اتر او سوبجونكتيف صافي هذا هو الفرق ما بين ميم سي بيان كو اي كوا كو ميم سي كيكون موراها الانديكاتيف بيان كو او كوا كو كيكون موراهم سوبجونكتيف ولكن المعنى هو هو دونك بيان كو سيت اوم سوا ريش il n'a pas de voiture ça y est او ممكن نقلب لا فراز نقول سيت اوم n'a pas de voiture بيان كو il soit riche يعني نفس الاستعمال ديال ميم سي كيما قلت غير لو فيرب اللي كيجي من بعد هاد العبارات كيكون سوبجونكتيف شوف لا فراز 6 malgré sa richesse Cet homme n'a pas de voiture. بدلت هنا ميم سي باش بدلتها مالغري. دونك شنو تبدل؟ من بعد مالغري ولا اون ديبي دو مالغري اون ديبي دو عندهم نفس المعنى كما هنايا بيان كو مع كوا كو عندهم نفس المعنى والاستعمال مالغري مع اون ديبي دو عندهم نفس المعنى ونفس الاستعمال كيكونوا بلوس ان نو كيكون بلوس ان نو كيكون موراهم اسم يعني هاد لو فيرب اتر هنايا غيختفي كيخص نحيد لو فيرب دونك مالغري سا ريشيس رغم ثروته رغم غناه ما بقاتش ميم سي اي ريش او بيان ميم سي ايل اي ريش هاد اي ريش اي مشى لو فيرب اتر مشى فحالو و ريش لادجيكتيف خرجت منو الاسم اللي هو ريشيس دونك مالغري سا ريشيس Cet homme n'a pas de voiture. Malgré, en dépit de. Donc, en dépit de sa richesse, en dépit de sa richesse, cet homme n'a pas de voiture. La phrase, cet homme n'a pas de voiture malgré sa richesse. Oula, cet homme n'a pas de voiture en dépit de sa richesse. هاد لا فيديو الا كان عجبكم وفهمتو ما تنساوش ديرو لايك تبارطاجيو و الا كان شي حاجه ما واضحاش خليوها لي في لي كومونتير ممكن ندير فيديو اخر نجي نوضح فيه شي امور الا ما كانتش واضحه